واجواء نيو يير كمان وكمان مارو لا كادي بونجور لا هاي رانيا كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه، انا بلشت عندي اجواء نيو يير خلاص بلشت السهره فينا نروح اليوم سهرانه رولا انا مكمله دغري انا مكمله دغري رانيا هالجمعه يعني اليوم والجمعه حنحكي اكثر شيء نيو يير لبعد ما حدا لحق يجيب تياب او ضايع شو بده يلبس مثل ناتالي ضايعه شو بدها تلبس على كل العالم هلا عملت لكم ناتالي نقيت لك فستان انا من هون بعقد هون في اشياء كثير حلوه او يمكن نقشتك فستانك هيدا كتير مف... لا لا اه اخذتيه هيدا ما بيرجع ما بيرجع هلا حقوم فرجيه للمشاهدين بس رانيا دائما عن نيير منضيع لانه شو بدنا نلبس طويل يما كمام طويل يما بلا كم بانتالون شورت فستان بتضيع الشغله سو البسوا شو ما بدكم بس اهم شيء شو بدكم تلبسوا فوقه هي الجاكيتات اكثر شيء وانا هلا جبت معي كم فروه للستايل الأسود هو دائماً سيد الموقف بعدين حسب وين رولا يعني حسب إذا كنا بجبل حسب إذا كنا يعني بناي كلوب حسب إذا كنا بحفلة لفنان يعني بفتكر كله بيفرق هون اللبس إن كان كم طويل ما بتقولي أو بلا كم أو طويل بانطالون هلأ الكوليكسون أنا عملتها لحدا ظاهر على يا نايت كلوب يا لسهرة فنان أكتر شيء هلأ بالبيوت لبسوا جينز البسوا بانطالون والبسوا اللي بدكم اذا الواحد هيك قاعد جمعه بين اصحاب بيكول بس لا حدا ظاهر عامل افار وظاهر عملت لكم كوليكسيون بتاخذ العقل رانيا لكل الاذواق لكل الستايلز دائما بنشوف الاسود طاغي لانه الاسود دائما اكثر شيء مطلوب بس اللي طالع على باله غير شوي في كوليكسيون بتاخذ العقل انا بدي اقول انه انت اليوم طالعه بطير العقل رح اقوم يعني عن جد شعرك لون الشعر غير شخصيه طالعه انا على فكره بشعري حاسه حالي توتلي غير شخصيه الميك اب والفستان اكيد طبعا سوري انا حاطه كثير كثير حلوين رولا هيدا الفستان راني وين بتلبسيه ثانكس حبيبتي وين بتلبسي هيدا الفستان عن نيو يير عن نيو يير عن نيو يير ان كنت رايحه سهره فنان او اذا رايحه نايت كلوب او اذا مقدمه سهره نيو يير مثلك انت رانيا على الام تي في سو فينا مع ميشيل مع ميشيل حايك فيكي ايزلي تلبسي هيك فستان لانه فيري ديسنت بذات الوقت فيه هالسكسينس شوي هو هالكم ايه كملة والقصير والضيق عطى سكسي على كل حال رولا بنحس انه السنه كمان ستيل بالمان طاغي الديزاينرز الكبار الي صعب نيكولا جبران وغيرهم وغيرهم كلهم عملوا كم طويل مزبوط. يعني كلهم عملوا هالكم طويل وشوي قصير من تحت مزبوط. يعني صارت الترند كمان بتساعد انه نكون مرتاحين اكثر يعني مزبوط هلا الترند عم تقلب اكثر رانيا سو بالاشياء الفانكي الايزي تو وير بين وقفتي لأنه بس قبل ما فرجيكم لأنه بس في شيء هيك بيذكر بي اللي عم نقوله هون بفتكر هلا اكيد بنرجع بنشوف التفاصيل بس في فرجيكم هيدا الجزين قد ايه حلو هيدا الجزين فينا نحمله هيك احمر يلي كل حدا بده يكسر شوي بس ليكو قد ايه مهضوم كيف ينلبس هيدا جزين بينفتح من هون بينحط فيه سلولير بينحط فيه شو ما بدكم بس ليكي قد ايه مهضوم هيدا بتعملي فيه بوكس كمان اذا كنتي متقلتي انا وشويه مسكولاسيون يعني متعدد الاستعمال منه مهضوم وفرو كثير مهضوم وفرو هلا بمناسبه الفرو ليكي شو حلو هيك انا فيي روح على سهره ايزلي مع هيدا الجزان هاي رولا خدي يلا بدي اسلم عليك انت سلمي علي لشو كيف تطلع عادي بالعكس بتطلع احلى عرفتي بتطلع ستايل اكثر بقى لتشوفي قد ايه رانيا صار في اشياء الواحد بيقدر يلبسها وقديش في الواحد يطلع اوت اوف ذا بوكس حتى نورا وهيدي التنوره وهيدي القماشه يلي هي ترانسبيرنت من تحت بس ما تخافوا لانه مغطايه من هون على من فوق يعني ما بعرف اذا مبين قد ايه لوين واصل بطانه ايه لكوينه وصل لهون البطانه هيدي كثير حلوه لكل حدا بحب يلبس الاسود الكلاسي اللي عنده ستايل هيك ليك شو حلوين هدول رانيا يعني بيطلعوا كانه فستان بيطلعوا كانه فستان وقت نشري هيك انسامبل رانيا قد ايه حلو بعدين كيف نرجع نلبسهم هيدي مع شميز جينز مع شميز بيضة مع كروب توب عادي وهيدي مع ليجينج مع شورت يلي بدكم شو حلوين رولا مش معقول شو انك براتيك انا بحب البراكتيكال ثينجز لانه الواحد بيشي قطعه ما بحب انا تبقى بالخزانه لكل حدا بيحب يلبس الفول انسامبل رانيا حلوه هي فول كثير وهيدي كتير حلوه لانه بترجع تنلبس مع الجينز هيدي كتير براتيك لحالها يعني 100% بتعطي كتير سمارت كاجوال هيك شو حلوين هيك هيدا بنرجع بنلبسهم مع حيلا شيء مع بانتالون كتير حلوين رولا هيك كتير حلوين روعه اي لاف ات انا كمان هيدا كمان هيدا ستايل لكل حدا طالع على باله يروح هيك مرتاح ستايلش مرتاح الاثنين يعني ستايلش على مرتاح
لكل محبين الاوفر اول، هذا الاوفر اول بيعقد بياخذ العقل. انا عايزتك من بعد الحلقه شوي. ايه اكيد ضروري. ليك الحركه رانيا من ورا، ليك من قدام قد ايه حلو. هيدي بيج نيو يير بارتي بتطلع كثير حلوه، سهره فنان او نايت كلاب بتطلع كثير حلوه. عايزتك ضروري. اي لاف ات. هيدا لك رانيا. أوكي. تكرمي. بلشنا منكمل الحلقه بكمان الاوفرولات. انا شخص كثير بحب الاوفرول لانه بلاقيهم كثير براتيك وبيعطوا شيكه كثير حلوه. رانيا هيدا درجين كثير عليك الحال. جمب سوت السنه. جمب سوت هيدا بخط الصدر من فوق، بيفتح على البطن كثير مفتوح. مزبوط. منه كثير مفتوح، بيفتح شوي على البطن وبيكمل الاجرين الكثير هيك واسعين. ريلاكس يعني منن كثير حلو. هيدا الفستان واسود عم نحكي. طيب خلص ما بقى. طيب يلا احكي عنه. هيدا عم دوبل عني. هيدا الفستان روعه لحاله، ستيتمنت بيس رانيا. هيدا بينلبس له كثير شوز ناعم وساك ناعم لحاله، بيحكي بيجي من وراء الظهر. فيري سكسي على الظهر. هيدا رانيا اللي كنت عم تحكي عنه، ستيل بالما يلي بيجي عالي من فوق، الكمام طويله وقصير من تحت. هيدا الدوني من ورا بعقد، بياخذ العقل هيدا. كثير حلو حمادي. يلا ما هذا ويكران. لكل حدا سهران ببيت، معزوم على بيت، مش ببيته، معزوم على بيت مهضوم هيك كول بارتي، فينا نلبس هيدول رانيا البليتد سكيرت اللي حكينا عنها كثير هيدا السنه. هذا حلو البادي. وليك البادي بس قد ايه براتيك؟ شو فينا نلبس تحته؟ لانه في ناس ما بيحبوا، يعني في ناس، خلينا نكون فريمون براتيك يعني. أوكي. في ناس انه يعني بفضلوا انه يكون في برا تحت التوب. هون مش ممكن. مش ممكن. أوكي. نلبس برا، بننزع كل هيدا. ليك هيك قد ايه حلوين رانيا. الفرق لكن ممكن يتبطن اذا شيء ما بيجي اوزي هي يعني. بغطي على المحل ما لازم يغطي، بغطي الباقي شوي في مفتوح شوي. بس هيدا كثير حلو رانيا البليتد سكيرت، بعدين نرجع بنلبسها على كذا ايفنت. في بنطلونين. يلا في بنطلونين كمان لكل المحبين. لكل محبين يجوا. لا هيدي البليتد سكيرت. اللي شفناها. لكل حدا بحب كمان يكون فيري ريلاكس على النيو يير، وبعدين بيرجع بيستفيد من هدول البنطلونات. رانيا هدول كثير مهضومين. حط يعني زيت الموديل بس غير لون. ما هيك؟ ايه غير لون. ليكي شو حلوين، فينا نلبس هيك مع بعضهم. كثير مهضومين. وهيدا فينا نحط له توب سوداء. البرجندي بيلبق معه الاثنين على كل حال. ليكي شو خليكي شوي يا رانيا. هيدا فينا نحط له هيدي التوب السوداء البادي الاسود، كثير حلوين. بنلبس معهم اسكارباه بيطلع فيري سكسي. اكيد لانه الشغل بالبنطلون، يعني الفوكس على البنطلون. والبادي كمان عنده، بس بادي بعدنا سمبل يعني ما كثير عجقناها. وقت نلبس هيك الوان رانيا، اذا فينا نرجع بس ثاني نفرجيهم. وقت نلبس هيك الوان، يعني هيك الوان من تحت او من فوق، خلي الباقي بلين، من يعني الميكس اند ماتش يكون بلين ويكون ناشف، يعني ما يكون في لمعه. مزبوط. منكمل رانيا لهيدا الفستان، لهيدا هيدا الستيتمنت. يعني في اثنين اليوم كثير، يعني الملون هيدا سيم تقريبا ستايل عني اللي بيجي. ستيل ارفيلي جاي ضيق على الجسم، بس هيدا ليكو قد بيلعب من تحت. هيدا كثير مهضوم. هيدا خرج روحه فيه رقص، يعني ترقصوا نشوف على البيست عم ترقصوا مع فنان او نايت كلاب اما شيء. قد ايه حلو هيدا؟ جاهزين كثير كثير مهضوم. ما في مشكله، ما تعتلي. حلو الكولكشن اليوم كثير روعه فريمون. يعني بنصير نفكر، بنصير نفكر انه ما بقى عندنا افكار للتاب، لا عم بيكون عندنا دائما افكار. هيدا كثير بياخذ العقل، لانه هيدا بس افرجيكم اياه بس اقدر القطه منيح. هيدا اوفر اول يا جماعه بيصرخ. هلا موسم اعراس كمان، بعد عندك من هلا لجمعه 10 ايام رانيا، في اعراس كثير. ليك شو حلو هيدا. ليك هيدا بتطلع على القياس. عم تطلع على القياس. هيدا كمان مفتوح من ورا. هيدا بعقد فيري سكسي، بيصرخ يعني. هلا رايحين بيصرخ يعني على الفوطي في صريخ. انا رح بلش. يلا فرجينا الثاني. هيدا زيته بس على اسود، لكن شو حلو. مش معقول هيدا تنشيروا له، يعني حتى فنانات فيهم يلبسوا يمكن هيك شيء. بس هيدا فستان. بس تنفسر الفرق بين هيدا وهيداك. هيدا بيجي من هون، يعني بيجي مثل البنطلون بس مفتوح. مثل البنطلون بس مفتوح. بس بتفرجي شوي للمشاهدين كيف بيجي هيدا هيدي الراب. بعدين هال الحجار اللي فيه هو عاطي كل الفرق. دونيو من ورا. ما تخافوا تلبسوا في كثير سهرات هلا، ومش ضروري يعني عندك نيو يير وهيك قطعه رانيا. بس تشتري هيك قطعه بتخليها بالخزانه، انه الا بعدين تلبسيها على شيء ايفنت، على جالا، اما على عرس
اكيد اذا اللي فينا يعني منخاف اجمالا من البايتي، منخاف من الاشياء اللي كثير بتلمع رولا، بس كمان ما لي اذا نهار حسينا حالنا هالقد بلينج بلينج. لا اكيد، لانه حلو على نيو يير انه نغير كومبليتمون ونحس بجو العيد، يعني احنا جو الفستيفيتي. مزبوط، هي نيو يير حلو نلبس وحلو نجخ وحلو مبين هيك اوت اوف ذا، يعني نطلع من حالنا ونلبس ليك، وهيدي كمان الفروه رانيا، وقت بنكسر بهيك شيء بنوصل على السهره لابسين الفروه وبنشلح بيعطي الايفكت كثير قوي. هون اكيد ميك اب وشغل لازم يكونوا ناعمين ورايقين معهم. واللي بدي اقول لكم شغله، التشوكر انا حبيت اجيب وان تشوكر، البسوا تشوكر هيدي العيد كمان، لانه ليك قد ايه بيعطي حلو. ما معقول شو حلو، مش معقول قد ايه بيعطي حلو، الايفكت تبع التشوكر بيعطي كثير حلو فيكم. وهون على جولد يعني رايح اكثر كمان نيو يير. مزبوط، طب شيلي شيلنا لانه الميكرو بس شوي. راني هيدي كانت هيك عملت لكم بوكي لهيدا لليوم. الجمعه كمان حنشوف اشياء بعد لنيو يير ديفرنت ستايل، رح اكون معك، رح نكون سوا ان شاء الله تكونوا حبيتوها. اكيد مشاهدينا انا بودعكم، حبيناك كمان نهار الجمعه. ثانك يو، ميرسي رولا. رح ناخذ وقفه منتابع مع المسيح، خليكم معنا.